السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضية. عاد فريقا البحرين والنجمة رسميا إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد أن حققا المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية، وذلك بعد أن حقق البحرين في الجولة الأخيرة فوزا ثمينا على التضامن بهدفين دون مقابل، فيما حقق النجم انتصارا كبيرا على البديع بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد. تمكن فريق المنامة من بلوغ المباراة النهائية لدوري زين البحرين لكرة السلة بعد فوزه على الأهلي ب 76 نقطة مقابل 60، وتألق في صفوف المنامة المحترف البهامي كاديم كولبي بتسجيله 24 نقطة، في حين كان المحترف الكرواتي برونو أفضل المسجلين في صفوف الأهلي برصيد 16 نقطة. هذا ورغم الخسارة اقترب الأهلي من بلوغ المباراة النهائية، حيث سيواجه في المباراة الأخيرة فريق الحالة المطالب بالفوز بفرق أكثر من 37 نقطة. الحالة النفسية حقيقة منهارة عند الأهلي. اختتمت فعاليات دورة مهارات التصور الحسي لدى اللاعبين التي نظمها مركز التدريب والتطوير الرياضي باللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك بمشاركة 25 مدربا من فئة النخبة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية. وحاضرت في الدورة الكندية ليشا ستيريشان المختصة في هذا الجانب، وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج السنوي للمركز الذي يهتم بصقل المدربين.